السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير على خير. اثناء تواجدنا ببسكرة، يعني كنا مارين على بسكرة وشفنا المتحف تاع العقيد محمد شعباني رحمه الله ورحم جميع الشهداء. وجدنا هذه الطيارة، هذه طائرة، يعني طائرة في عسكرية فرنسية سقطت في معركة برقوق، معروف هذه المنطقة، بجبل أحمر خدو، يوم 17 جويلية 1958، بقيادة الضابط رمضان حسوني وإشراف الصاغ الثاني حمود أحمد بن رزاق. وحمود أحمد بن رزاق هو السي الحواس، قائد الولاية السادسة رحمه الله ورحم جميع الشهداء، ربي يرحمهم. كنا نصوروها، تشوف السيد هذا اللي يهدر، هو يهدر يقول لك إن شاء الله الشباب تاعنا يقراو ويديروا لنا طيارة تطلع كيما هكذا. الصوت يعني صورته لكن الصوت ما ظهرش، ربي يجازي هذا السيد هذا اللي فهمنا شويه، قال لك نتمنوا الشباب تاعنا يقرا ويدير لنا طياره كيما هذه. هذه الطائره يعني مازالت في المتحف محمد شعباني بمنطقه بسكره، ولايه بسكره، رحم الله جميع الشهداء وربي يرحمهم، وتحيي الجزائر، وان شاء الله ربي ان شاء الله يعطي الخير للبلاد والعباد، وربي تكون بلادنا مليحه بمثل ان شاء الله من مسؤولين يشوفوا البلاد هذه، ان شاء الله يجوا الشباب اللي يحكموا البلاد ويحبوا البلاد ويخافوا ربي في البلاد هذه ويهتدها الله، وما تكونش الجهوية، ماشي ولاية خير من ولاية، احنا الجزائر للجميع وفي فايد الجميع. وتحية الجزائر والسلام عليكم.